مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام وحياكم الله في حلقه جديده من حلقات برنامجكم رياضه برنامجنا اللي ياتيكم كل اثنين الساعه 10:30 مساء بتوقيت الدوحه قبل ما ناخذ عناوين حلقتنا لهذا اليوم خلوني ارحب بضيوفي الكابتن عبد العزيز حسن نجم نادي قطر ونجم منتخبنا الوطني السابق ابو حسن راح فيك يا هلا ومرحبا ابو عبد الله وايضا الكابتن والنجم والغزال الاسمر الكابتن عادل خميس نجم الغراف ونجم منتخبنا ابو خميس منورنا اليوم وجودك يا ابو عبد الله نحييك واحيي اخوي عبد العزيز وان شاء الله نكون خفاف على الجمهور باذن الله ان شاء الله شكرا لك ابو خميس عندنا عناوين حلقه اليوم ناخذها معاكم ونبدا على طول ناخذ العناوين بعد 11 شهرا من التوقف العنابي يخسر بخماسيه من غانا في الاراضي التركيه. السد يقسو على العربي برباعيه ويخطف كاس اريدو. سعى الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني رئيس اللجنه الاولمبيه القطريه يؤكد على ان استضافه قطر لملحق الشرق من دوري الابطال هو دعم للرياضه الاسيويه واستاد البيت حديث العالم والسندباد ناصر العطيه بطل رالي الاندلس في اخبار رياضه. وعجله دوري النجوم تعاود الدوران بمواجهات مثيره وطموحات مختلفه وكبيره. اليوم منتخبنا خسر من غانا خمسة واحد يعني نتيجة قريبة وثقيلة بالنسبة قريبة بالنسبة لنا ومفاجأة وثقيلة على منتخبنا الوطني بطل آسيا ويعني المنتخب اللي يعني في الفترة الأخيرة ما تعودنا أنه حتى يخسر يعني تعودنا أنه دائما المنتخب يفوز في الفترة الأخيرة ولكن في مباراة اليوم امانه منتخبنا مش المنتخب اللي احنا متعودين عليه صحيح هناك في بعض التغييرات في بعض الوجوه اللي شاركت ك يعني تطعيم للتشكيله اللي احنا متعودين عليها ولكن ما تخسر خمسه من قانا عموما المباراه انتهت المباراه قيمت هناك في انطاليا في تركيا عندنا تقرير عن مباراه منتخبنا مع المنتخب القاني واللي مثل ما قلنا انتهت بخمسه اهداف مقابل هدف واحد نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم مع ضيوفنا مكان جديد وخصم وقميص جديدان والعنابي ومدربه الاسباني بعد غياب 11 شهرا يعودان للاستعداد ودائما في جعبتهم كل جديد العنابي بطل اسيا يواجه ابطال القاره السمراء في اربع مباريات وعلى ذكر الاربعه وعند دقيقتها القائم يرفض منح النهايه السعيده لهداف اسيا المعز علي. الادعم بهدوء وتوازن تسيد الشوط الاول فسيطر وهدد لكنه في واحده منها خانه التركيز فخرقت الكره الشباك. هدف ما كان ليغير الهدف والهدف جاء بلمسه ابداع من بودياف الى فنان اسيا والتعادل ينهي احداث الشوط الاول الله عليك الله عليك من خوخي يا ابو علام نعم متشفرة والله وكانها متشفرة على اقدام المعز علي الثاني كان ثانيا في كل شيء نجوم غانا كانوا المبادرين نحو مرمى العنابي الذي وقف فيه الشيب لاولى الطلعات في مره والعارضه حضرت في تاليه واعاد سعد الكره لكنه هذه المره كان على حسابه فخرج وكان التغيير بدخول البكري لكن رفاق ايوه لم يغيروا فاستمروا ضاغطين مسجلين هدفين في دقيقتين وان حام الشك في الثالث. لكن شيئا بعدها في المشهد تبدل فظهر العنابي على خجل فيما استمر اصحاب القمصان الصفراء بهزهم لشباك الادعم حتى وصل الرقم الى خمسه. والعبره ليست بالارقام وانما بالاستفاده في الوديه. للرسمي من المناسبات، خساره منتخبنا اليوم امام منتخب غانا، طبعا هذه مباراه وديه دوليه تقام في ايام التوقف صراحه يعني بغض النظر ايضا عن النتيجه منتخبنا ما قدم الاداء اللي كنا نتمناه يعني في تراجع لمستوى لاعبين منتخبنا سواء مع المنتخب او حتى مع انديتهم في تراجع لبعض اللاعبين لمنتخبنا عموما آه عندك بسعود ولا راحتك بخميس اكبرنا سنا بخميس منتخبنا خسر خمسة نتيجه غير متوقعه واداء غير متوقع. فعلا ابو عبد الله اليوم يعني النتيجه ثقيله مثل ما ذكرت يعني اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الشوط الاول كان يعني فعلا يعني قدموا شوط جيد لكن الشوط الثاني قل التركيز قلت, قلت اللياقه البدنيه ولاحظنا منتخب غانا يعني اخذ راحته من خلال الشوط الثاني وقدر ينوع في اللعب ويحتفظ بالكوره كل فرصه كانت تصنع حق المنتخب الغاني كان يترجمها لهدف وفعلا يعني النتيجه يعني ما كنا نتوقعها هناك كان في يعني علامه استفهام على المستوى اللي طلع فيه منتخبنا من خلال هذه المباراة الودية لكن هذه يعني أخطاء يعني الأهداف كلها أخطاء وعلى منتخبنا والجهاز الفني أنه يتدارك هذه في المباراة القادمة والمباراة نعم. الرسمية إن شاء الله الشوط الشوط الاول بسعود يعني كان معقول بالنسبه لمنتخبنا يعني بالنسبه للاداء بس في الشوط <applause> الثاني ما ما في شيء يذكر والاهداف توالت في الشوط الثاني <applause> شوف طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تجربة جيدة أنا وجهه نظري جات يعني في وقت مناسب فترة توقف يعني مو بسيطة 11 شهر منتخب يعني مالتغى وكذلك لا تنسى أنه في بعض الإصابات وفي بعض المستيات ما كانت على مستوى المطلوب في نزول بعض اللاعبين بالإضافة أنه يعني شيء متوقع أن الفريق أنه يكون ممكن يلعب شوط جيد شوط غير متوازن بالاضافه ان المدرب الشوط الثاني قام بتغييرات يعني هزت الفريق على مستوى الانضباط على المنظومه طبعا اكيد المدرب له وجهه نظر اخرى انه يعطي فرصه اخرى للاعبين او بحكم الاصابات الموجوده اللي صارت الشوط الثاني لو نرجع الشوط الاول اكيد انه مستوى جيد انك تلعب ضد ضد من افضل منتخبات افريقيا ومدرسه مختلفه افريقيه تعتمد على القوه عندها بعد المهاره لا, لا تنسى ان معظم لاعبينا محترفين فهذا شيء جيد يعني خطوه ان انت تلعب مع مدرسه مختلفه وشاهدنا فريقنا كان جيد الشوط الاول الشوط الثاني شيء طبيعي انك انت لو ما عندك البدلاء على نفس الكفاءه او قدر من التجانس شيء طبيعي أن يكون هناك في خلل طيب يعني طول هالفتره هذه يعني ما ما في يعني بدلاء بنفس الكفاءه مثل ما قلت شوف, شوف انا بقول يعني لك يعني ما خلق بدلاء لي 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 يعني انت امام استحقاقات كبيره يعني اليوم عندك استحقاقات في كوبا امريكا لا. عندك في الكأس الذهبيه عندك الحدث الابرز اللي هو كاس العالم يعني بهذا الجيل او بهذا اللاعب يعني نعم نعم شوف بس في انا اشوف في محاولات بسعود. من المدرب انه يزج ببعض الاسماء يزج لكن احنا نتمنى من المدرب انه يوسع دائره التنافس يعني الفريق هذا يعني شيء طبيعي انه يستهلك في في البطولات السابقه شفناه جميع المشاركات هو استهلك بسعود. سعود يعني استهلك المنتخب اللي نعم هو شيء طبيعي ان الهبوط يصير هبوط حتى على مستوى الانديه لو تلاحظ ان معظم اللاعبين من ناديين فلما يشاركون في منتخبات وانديتهم فشيء طبيعي يصير هبوط يصير صبيع اصابات مثل بسام مدبو التفاوت ببعض اللاعبين سيادتهم شيء طبيعي لكن البدائل محتاجين فرصه في انديتهم اثبات الوجود والانديه الاخرى المفروض ان يثبتون لاعبتهم على المستوى المحلي بشكل جيد اعطاء الفرصه بالنسبه للمدرب لبعض اللاعبين على مستوى البطولات نقول اللي من خلاله تحصل لاعبين ذو قيمه على اساس انه يتحمل مسؤوليه منتخب في مشاركات مستقبليه. هاي كلها عمل مت... يعني محتاج تراكم في في الايام القادمه ان شاء الله. عندك زخم من البطولات المفروض هناك في بدائل لبعض المراكز ان تحس انه لما يوصل 2022 في بعض المراكز تحس انه بعض اللاعبين بيكونون كبار السن او بعض المراكز محتاج بدائل لها. انت لو اليوم لو قدر الله مثلا سبح الله لو صار اصابه للمعز مثلا او اكرم يعني اي لاعب مهم ركيزه تعبت عليها انت وين البديل؟ هل البديل ممكن يكون جيد موهبه لكن ما عنده رصيد من تراكم من المباريات الدوليه ما يفتقدها هذا في لكن ده. يعني, نهايه شوط اول واحد واحد الشوط الثاني خمسه يعني هذه بعد يعني علامه استفهام يعني انا صراحه يعني انتم هنا يعني لاعبين سابقين وخبره هذه تحملها من يعني مدرب لاعبين يعني تنهي الشوط اول واحد واحد تدخل الشوط الثاني تخسر مباراه خمسة واحد فعلا يعني احنا تفائلنا الشوط الاول يعني المنتخب قدم مباراه جيده وقدرنا يسجل الهدف التعادل في اخر دقيقه من الشوط الاول لكن الشوط الثاني اللي يعني احنا توقعنا انه وين كان الخلل الخلل اكيد في الـ يعني الـ الـ اصابه سعد سعد الشيب يعني اثرت على الفريق اثرت يعني كان مقدم مباراه من خلال الشوط الاول كان مقدم مباراه جيده ومعطي الفريق ثقه في في حراسه المرمى، لكن بعد التغيير يعني شاهدنا الاهداف اللي سجلت في اخطاء اخطاء دفاعيه لكن بالاضافه الى وعاد بتغييرات بعد هو و مع تغيير الحارس غير لاعبين على طول يعني فهو دخل اسماعيل محمد ودخل احمد معين فاخرج وفي في هدف, في هدف لقانا اوفسايد بسعود هدف الهدف الثالث الثالث تقريبا الهدف الثالث تسألونين. خل خلنا نشوفه نشوف الهدف عموما هي مباراه يعني ومدية. لا مباراه جيده انا كاحتكاك أنا بالعكس يعني انت أشنا... لازم توقف على مستوى لاعبينك حتى لو في هبوط او انت قدمت شوط وهذه فانت لازم تعرف اللي اللي... وين توقف انت الحين انت شفت والله منتخبنا في على مستوى مثلا مع ضد غانا فريق قوي فريق مصنف انه يوصل لمرحله جيده في شوط والشوط الثاني اكيد في اسباب طبعا التفاوت البدني تفاوت المستويات اكيد انك راح تفقد فانت محتاج تعالج الامور ان اللاعبين هذه ترفع شو مستواهم من خلال البطوله المحليه او البطوله الغريه القادمه فانت لازم انت يكون هناك عندك معالجات سريعه وتجهز البدلاء على جاهزيه تامه يعني انت 16 لاعب سعود من المنتخب الغاني يلعبون في الدوري الانجليزي وال نعم والفرنسي نعم كلهم محترفين الدوري الالماني كلهم محترفين طيب معظم منتخبات افريقيا منتشرين في اوروبا وهذه السياسه موجوده من زمان يعني فانت شيء متوقع ان تحصل فريق على حتى مستوى ال البدني والقوه فمدرسه مختلفه عن امريكا اللاتينيه طيب ولو يعني هل صحيح ان طالما هناك نزول في مستوى السد ودحيل فبالتالي نزول في المنتخب يعني لاعبين المنتخب مثل ما قال الكابتن عبد العزيز حسن هما يعني ركيزه المنتخب كلهم تقريبا من ناديين دحيل والسد تقريبا يعني اذا ما كنت انا غلطان 90 او 95% من صحيح. تشكيله المنتخب معناته اذا كان في نزول في نادي السد وتحيل معناته هذا الكلام ياثر على المنتخب أكيد يعني ده. لكن يعني هذه يعني هذا نادي وهذا منتخب هذا اسم بلد انت يعني المفروض تكون حتى النفسيه تختلف يعني يعني اليوم احنا انا صراحه يعني اليوم اشوف عبد الكريم مش في مستوى ويعني مو في ذاك الحماس والجهد اللي كنا ننتظره من عبد الكريم. اكرم نفس القصه، المعز نفس القصه، يعني اليوم هذه مباريات المنتخب، بكره في بطولات طيب للمنتخب. اي شيء طبيعي يعني مثل ما ذكرتوا ان اغلب اللاعبين المنتخب من اغلبهم من فريقين يعني دحير والسد. والحين فريقين وهذا يعني فعلا يعني, يعني اليوم اثر على يعني غياب بعض النجوم من من مستوى من مستوى اللي اللي احنا يعني عرفناهم عليه اليوم غايبين يعني من خلال الشوط الثاني فعلا يعني الشوط الاول قدموا مستوى جيد لكن الشوط الثاني اختفوا انا من انا ابو خميس يعني. انا ابو خميس اقصد اليوم اذا كانوا اللاعبين في السد ودحيل مستواهم نازل المنتخب وضع ثاني المنتخب انت تحمل شعار الوطن يعني مفروض أن يكون الحماس يختلف الرغبة تختلف الجهد يكون مضاعف يعني في فرق بين أنك تلعب في النادي وفي فرق أنك تلعب في المنتخب أنا ما أتكلم عن المباراة اليوم هذه مباراة ودية ودولية ولها استفادة وبتخلص وانتهت لكن أنت تتكلم عن البطولات بكرة أنت عندك بطولات ما يصير أنت في في هذا الحجم بطل آسيا منظم كأس العالم 2022 تكون بهذه الطريقة أنا أتكلم عن ل 11 لاعب، أتكلم عن العطاء من ال 11 لاعب، أوكي لو بنتكلم بعد على الأندية، أوكي السد ودحيل طلعوا من دوري أبطال آسيا، خسارة وحزن وألم، لكن في الأخير إحنا المنتخب يعني فوق كل اعتبار يعني، وإذا شفنا نفس المستوى يعني لا في النادي ولا في المنتخب، وهذه أنا كلامي للاعبين، لاعبين المنتخب يعني. عموماً مباراة وانتهت أنا صراحة زعلان من النتيجة أوكي تخسر تخسر اثنين ثلاثة اثنين اثنين واحد لكن خمسة واحد على بطل آسيا بالنسبة لي أنا يعني حتى لو كانت مباراة ودية آه عموماً مباراة انتهت بسعود تحب تضيف شيء ولا نطلع على أنا بضيف شيء واحد يعني إن خلنا نكون واقعيين أكثر يعني أنت آه دائماً كجمهور كعاطفة تتمنى المنتخب يستمر كله يفوز يفوز وان النجوم لازم يكون في فورمه عاليه وتشاهدهم بمتعه يعني في فتره سابقه. لازم انت تعرف ان كره القدم لازم فيها هبوط ونزول، انت شلون تعرف وقت ما تهبط شلون تعالج تعالج الامر هذا. الان علينا احنا كمدرب المفروض يعالج الامور هاي كلها، يرفع مستوى اللاعبين على مستوى النادي يرفع مستوى لاعبينه حتى على مستوى المنتخب يحافظ على لاعبينه ويرجع مره ثانيه شلون في اقصى سرعه يرجع للفورمه العاليه الان انت تتكلم كثير عن اللاعبين عندي السد وتحيل الان محتاجين احنا نرجعهم ونحط بدائل لهم هذه المعالجات فقط انت ما تنظر الان للتاريخ او منتخبنا في بطل اسيا لا خلاص إحنا فتره انتهت الان فتره قادمه محتاجين نركز الى المباريات القادمه سواء وديه او رسميه، شلون نرجع لفورمه اعلى وشلون احنا يعني نجهز لاعبتنا. طيب يعني هل هو يعني انهاك اللاعبين عندهم تعب عندهم ارهاق؟ يعني عشان احنا بس نفهم يعني انتم تتفقون ان اللاعبين مش هذا مستواهم. لا بس الارهاق ما اعتقد يعني لا لا, لا لا معلش قبل ما نقول عن الارهاق كابتن عبد يعني انا ما ادري انت ساكت احس انت يعني لا. مع اللاعبين احنا ترى يعني احنا لا لا انا مو بقضيه مع لا اللاعبين لا 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 احنا مش ضدهم لكن انت انت هاي مستوى لاعبيننا؟ لا احنا ليش تكلمنا ان قدمنا شوط مدحناهم شوط والشوط الثاني اه يعني انت غدناه لا لا بس هل هذا عبد الكريم؟ هل هذا اكرم؟ هل هذا المعز؟ هل هذا عبد العزيز حاتم؟ لا طبعا لا طبعا بس بعد خلينا واقعيين انت تقابل فريق فريق مو سهل فريق غانا فريق مصنف فريق تصنيف اعلى منك شارك بطل افريقيا اربع مرات ثلاث مرات كاس عالم محترفين في في اوروبا يعني عندهم ثقافه اعلى منك انت لعبت في قوه بدنيه اعلى أنت منك انت صحيح جاريتهم وأثنت على منتخبك كشوط اول كنت اتمنى استمرار لا بس بسعود بسعود, نعم. بسعود انت لعبت في كوبا امريكا نعم كان مستواك افضل من هالمستوى هذا انت تتكلم لحظة 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 من 11 شهر, شهر حلو حلو نعم. انت الحين تتكلم عن الهبوط والنز... والصعود في نعم. المستوى العام نعم الان احنا في هبوط نعم في هبوط في هبوط نعم طيب انا لما اتكلم اتكلم عن هذا الهبوط اوكي هبوط بس الهبوط مو بامس احنا خسرنا دوري ابطال اسيا مع دحيل ومع السد بنفس اللاعبين نعم اليوم المنتخب انزين يعني انا اتكلم اذا انت في هذا يعني في ها يا اخي انت تقدم شيء يعني خلني انا اشعر ان انت قاعد تقدم شيء تقدم جهد مضاعف تقدم عطاء اكبر يعني صراحه بسعود بسعود نعم انا اقول لك بصراحه في نظره عامه من الجمهور ان اللاعبين ما عاد يعني في يعني في مثل ما تقول يعني مثل مثل تشبع او مثل تشبع ملل ما خلاص انت يعني تعالج الامر هذه بسيطه يعني انت لا اكيد أنه في جهاز اداري يقف على هالموضوع لازم ترجع انت وتعرف اسباب الهبوط هذه بدني نفسي تراكم يعني هي كلها لازم لها حلول لها معالجات فقلت لك كره غدا مو كل انت في القمه لازم تكون في الوسط وفي المرحلة تحت لازم تطلع مرة ثانية شلون اطلع؟ هاي كلها معالجات، أنا, ما أنا, لازم احمل لاعبين جزء من المسؤولية، ما اقول لك ما احملهم، لكن هاي كره قدم لازم تتعامل معها بعد واقعية ما يصير انت اليوم بتظل في القمه وما تنزل هاي في الاخير جيل تحتاج يعني جيل اخر ترابط يعني ابو عبد الله قال تشبع تشبع يعني كثره مباريات من اسيا لحد الان يعني كم كم شهر الحين حقا. لا لاعبين السد ودحيل لعبوا البطوله مع المنتخب راحوا كوبا امريكا رجعوا لعبوا كاس الخليج خلصوا من كاس الخليج العالم. عندهم منديه العالم كاس العالم أندية خلصوا عندهم دوري ابطال اسيا خلصوا من دوري ابطال اسيا دشوا دوري لا فيه فيه عدد مباريات يعني مو مو بعادي بالنسبه للاعبين بس احنا يعني. توقفنا الحين توقف اي صح توقفنا يعني الدوري والبطولات كلها توقفت فتره طويله يعني ما اعتقد ان اللاعب مرهق فيه ارهاق على ما اعتقد بعد عوده الدوري على ما اعتقد بس شو تفسرها عادل؟ شو تفسرها ولا تشبع التشبع شنو هاي الكوره شو تفسرها اليوم متعه يعني الواحد يتمتع اليوم شو تفسرها انت اليوم لما تشوف عبد الكريم في مستواه اللي متعو... اللي مش متعودين عليه اكرم المعز عبد العزيز حاتم اليوم الهيدوس ما لعب لعب لعب, لعب. اي يعني لعب الشوط الثاني لكن لا اقصد انا ما بدا في التشكيله الاساسيه في يعني حتى اليوم الهيدوس يعني ما ادري من كثره المباريات من مثل ما قلنا التشبع في يعني المهم ان ان مش هذول هم اللاعبين اللي, اللي احنا نعرفهم او هذا المستوى اللي احنا متاكدين في جهاز و... فني وفي جهاز يعني بعدين ممكن يرجعون الفريق لل... للفوز وللمستوى اللي احنا, احنا تعودنا عليه لكن هذا يعني يبي يبي له فتره على ما اعتقد عند المدرب يعني الفتره طويله يعني انه يرجع المنتخب وهذه المباراه من فتره طويله ما, ما لعبوا مع مع بعض منتخبنا ومثل ما ذكر ابو سعود يعني منتخب غانا من المنتخبات الكبيره اليوم يعني ممكن تعطيهم عذر المباراه هاي لكن المباريات القادمه ما تعطيهم عذر لان لعبت مباراه ترى ابو خميس انا اتكلم عن اللاعبين لا مش داري هذه يعني. المباراه انا هاي اللاعبين شفتهم في دوري ابطال اسيا شفت لاعبين كلنا شفناهم احنا وشفنا لاعبين دحيل مع دحيل وشفنا كيف الناديين حتى ما قدروا انه يعني دحيل طلع من دور المجموعات وسد طلع من دور ال 16 مع العلم انه يعني كان الكل يتوقع انه السد ودحيل يوصلون ليه عموما احنا اذا انا شخصيا اذا اتكلم عن اللاعبين او عن المنتخب او ترى لان انا ارى ان المنتخب هذا منتخب بطل هذا المنتخب يعني من افضل التشكيلات اللي مرت على الكره القطريه يعني احنا احرزنا كاس اسيا رحنا كوبا امريكا شاركنا بشكل ولا اروع اصبحنا في حاله ان احنا نقدر نفوز على اي منتخب في اسيا وقمنا نطالب منتخبنا انه هو حتى يفوز على بعض المنتخبات في امريكا الجنوبيه او بعض المنتخبات في الغاره الاوروبيه فاليوم احنا لما نشوف هذا المنتخب او هذا المستوى من اللاعبين او هذا التراجع في المستوى العام فلا تلومونا يعني يعني احنا في الاخير نبغي الشيء نطمح للـ للـ للافضل يعني. عموما مباراه وانتهت مباراه وديه وتجربه وديه وحلوه ان شاء الله يكون أن تعلم منها المنتخب اخطائه والجيات ان شاء الله بتكون افضل لمنتخبنا. السد والعربي كاس اوريدو نهائي كاس اوريدو أربعة صفر للسد في المباراة النهائية طبعا السد نذكر أنه لعب بغياب 13 لاعب وفاز أربعة صفر على العربي تغرير مباراة السد والعربي في نهائي كاس اوريدو نشوفه ونرجع لكم بمن حضر كلمة تقال وتثبتها الافعال بمن حضر الزعيم والمشهد المحبب المبرهن والمؤكد بان لا زعيم الا الزعيم. الصدمة القارية والغيابات الدولية تجاوزها تشافي بكل اريحية نحو مرمى العربي الذي دانت له النسبة الاكبر من الترشيحات قبل اللقاء. بأن يكون هذا النهائي بداية لعودة اشتاقتها جماهيره على المنصات، لكن ما حصل من مجريات رسم ألف علامة استفهام وفتح الأبواب لأسئلة بأن القراءة الفنية ربما وفوق أرضية الميدان كان هنالك ألف سؤال وسؤال عن الأداء إلى ننتهي في اليسرى داخل المنطقة بطولة أغلقت صفحاتها على اسم السد بطلا للنسخة الماضية وفتحت الطرق لنسخة يسير فيها فريق الأحلام كما يتمنى ويشتهي المحبون والعشاق فهل يكون الختام كما كانت المقدمات؟ السد بلاعبين الشباب او بالصف الثاني ومع وجود المحترفين طبعا ولكن قدر انه يفوز فوز سهل على العربي باربعه اهداف مقابل لا شيء واحرز كاس اريدو، طبعا احنا نبارك للسد ويعني ونقول هارد لك للعربي والسد اليوم بهؤلاء اللاعبين الشباب لما يحرز هذه البطوله اكيد ان هذا امر جيد بالنسبه للاعبين السد وهذه فرصه وثقه للاعبين على اساس انهم ايضا ينخرطون مع المنتخب في بطولات اكثر هم قدامهم كاس الامير اه ممكن اللاعبين ايضا يقدمون شيء في هذه البطوله لكن العربي وبعدين يعني مع العربي مسعود <applause> سعود <applause> والله شوف يعني يعني كانت فرصه جيده للنادي العربي انه يعني يتوج بطوله صحية لأنه بطوله تنشيطيه من كاس يريد ولكن على المستوى المعنوي بالنسبه للعربي جيده لو احرزها على اساس انه يكون هناك في تلاحم اكثر ترابط وتجانس اكثر يعني وعوده الروح اكثر للفريق بشكل افضل في الدوري لكن خلينا نكون واقعيين السد عنده افضليه على مستوى البدلاء حتى على مستوى المحترفين يعني غياب 13 لاعب لكن ما اثر على المستوى الفني في المباراه سيطره واضحه وتفوق واضح القيمه الفنيه الموجوده في السد افضل بحكم العناصر الموجوده شيء طبيعي انه يتوج في هذه البطوله للإمكانيات الموجوده في في السد العربي اكيد انه محتاج امور كثيره على المستوى الفني على مستوى اللاعبين استقرار المنظومه بالنسبه للمدرب واستقرار اللاعبين يعني حتى كمستويات في المرحله القادمه فمن الطبيعي ان السد في هذه المباراه يفوز لكن توقعنا ان العربي يكون افضل في هذه المباراة لكن لم لم نشاهد العربي على المستوى المطلوب. بس لا تنسى بعد ان يعني لاعبين السد هاي البدلاء كلهم يعني شاركهم شافي في من خلال الدوري من خلال لا. البطولات المختلفة اللي بس يعني مهما كان هم مش اللاعبين الاساسيين مش اللاعبين يعني. بس شاركوا يعني عندهم الثقة انه يلعبون من خلال بطولة مثل هذه نهائي وفعلا يعني بينوا يعني اول هدف اللي سجله عبد الرزاق على ما أعتقد يعني لاعب شارك لا يوسف عبد الرزاق لاعب خذ فرصته يعني بشكل اغلب اللاعبين الصغار اللي شاركوا يعني على ما اعتقد شاركهم من خلال المباريات المختلفه اللي اللي لعبها السد وفعلا يعني في ثقه عطاهم ثقه في المباريات وفي النهايه شاهدناهم يعني قدموا مستوى جيد بالاضافه الى اللاعبين المحترفين اللي شاركوا معه آه لكن العربي يعني والله أنا شخصيا توقعت أن العربي يحرزها خاصة أن السد 13 لاعب ما راح يلعب معاهم لا أنت تقول يعني توقعت يحرزها أنا أقول لك شلون يحرزها أصلا لو تشوف القيمة المحترفين موجودين في في السد لا أنا أتكلم عن اللاعبين المحليين لا أنت بس اللي في أرضية الملعب أنت كم سانتي كازولا أنت تجيب لك أربع محترفين على, على مستوى على ما في, يعني فرق في فرق كبير في فرق كبير مستوى الفريق صعب يعني عكس يعني انت تشوف اللعيبه المحترفين في السد واللعايب المحترفين في العربيه يفرقون يعني يفرقون طيب لا يفرقون انا اتكلم عن المحليين ليش ما كان ك... في فارق أ... في المحليين 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 اللاعبين السد افضل بالإضاءة... صحيح انهم شباب وصغار لكنهم افضل يعني الثغة. احنا قلنا ماخذين الثقه من خلال مباريات المختلف اللي شارك فيها السد واليوم يعني بين يعني ثمرتهم في المباراه بالاضافه الى اللاعبين المحترفين يعني لا تنسى قوام الفريق موجوده في السد كمحترفين فاي لاعب شاب في السد ما يعني ما أخذ تجربه في سابقه كفريق الاول لما يحصل سانتيا ولا توريس ولا نمتيه ولا تباتا فالامر سهل الانسجام سهل معاهم فالركائز موجوده فما يحسون بصعوبه فمنظومة يعني منظومة 60-70% موجودة كعناصر كبيرة موجودة في الفريق فما حصل صعوبة نتيجة كبيرة أربعة الدليل ان الفريق يعني معالمه واضحه لكن العرب لا تلاحظ انه لحد الان مشتت يعني ما في استقرار يعني, يعني حتى المدرب ما يعني يعني العربي بهذا المستوى قد لا يستطيع حتى انه ينافس في كاس الامير يعني حتى لو فاز على المرخية بتكون مباراة النهائي أمام السد أو دحيل شوف العربي محتاج يعني لاعبين مؤثرين سواء مواطن أو مغيم إذا ما تجيب لاعب مؤثر ينقل لي سواء من شوف إحنا ليش أشدنا مثلا بوندا مثلا معنا لاعب صغير من الموسم حصل فرصة من زين؟ وسوى نقله في حراسه المرمى في العب لان في 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 شيء فني في نقله فنيه صارت حراسه المرمى فاشدنا في هالشيء، فانت محتاج بالنمط هذا لاعب ينقلك على مستوى الدفاع نقول الاسباني سوى نقله نوعيه الموسم اللي طاف، انت الان ارون انصاب رجع مره ثانيه مش في المستوى المطلوب، محتاج لاعب اخر ينقلك نقله اخرى كذلك، حتى على مستوى المواطن لما تجيب مواطن لازم يكون عنده نقله فنيه داخل الملعب. إذا ما في أكثر من عنصر يسوي لك نقله فنيه فالفريق بيتم في صراع، تحس المدرب يعني يشكل في اللعيبه، يغير مراكز، يحاول يجرب يزج بالشباب يعني فالمشكله النقله النوعيه لحد الآن مش مستقره في العربي، فهذا شيء طبيعي إنك أنت تحصل تذبذب ورجوع هبوط لكن نتأمل إن العربي يعني لما يجيب لاعب ونتمنى ذلك إنه يكون مؤثر. في 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 الفريق وفي النقله الفنيه في الفريق فهو محتاج عناصر تنقلها نغلة اخرى يعني فهو هذه المشكله الاساسيه الان طيب ابو خميس كنت متوقع يخسرون العربي اربعه؟ توقع متوقع يعني بالمس... بالتشكيل اللي شاهدناها من بدايه المباراه توقعت يعني ان مثل ما ذكرت ان السد عنده الثغى اللاعبين الصغار عندهم الثغة انه يلعبون مباراه مثل هذه، وفعلا يعني بين على من من بدايه الشوط ان السد هو اللي ماخذ زمام اللعب في من خلال بدايه المباراه. عموما يعني انا يعني بس جمهور العربي يعني صراحه اقول له هارد لك وفي الاخير هذه يعني بطوله واتمنى اتمنى ان العربي يصل للمباراه النهائيه في كاس سيد سمو امير البلاد المفدى لكن الوضع صعب يعني يعني الجمهور حضر راشد ترى اي لا انا اقصد حضور الجماهير للعربي حضر كان واثق من فريقه لا, لا 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 انا اقصد كبطوله انا اقول هارد لك للجمهور كبطوله انه يعني يستحوذ عليها النادي العربي ايوه لان حاضر وكان واثق من فريقنا انه يعني في 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 حاله النقص اللي يعني في السد على ما اعتقد كان واثق انه يفوز بالبطوله لكن ما حالف الحظ يعني عموما ان شاء الله العربي عوضها في كاس سيدي سمو الامير عندنا بس قبل ما نروح اليوم كانت في اصابه لسعد الشيب في حارس منتخبنا الوطني وحارس نادي السد طبعا تغريدة لعلي الصلاة المنسق الإعلامي لمنتخبنا يقول سعد الشيب تعرض لكدمة والحمد لله أثبتت الأشعة أنها يعني بسيطة ما عليك شار يا كابتن سعد قلت ها شاورما الحين بس شاورما هي هناك و... يا <applause> <applause> <هار. في> انطاليا <تصفيق> <تصفيق> والله شكله انت خاطرك <applause> شاورما عموما ناخذ تقرير الاخبار عندنا تقرير الاخبار ناخذه ونرجع وياكم أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بأن موافقة اتحاد الكرة على طلب الاتحاد الآسيوي لاستضافة منافسات أندية شرق القارة بدوري الأبطال يدخل في إطار دعم قطر للرياضة قاريا وعالميا. وقال خلال تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر الاتحاد القطري لكرة القدم وافق على طلب الاتحاد الآسيوي باستضافة المباريات المتبقية لدوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة بمشاركة 16 فريقا من ست دول. دعم قطر للرياضة الآسيوية قوي ومستمر وستبقى الدوحة وجهة للرياضيين وعاصمة للرياضة. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد الاتفاق بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم. وستقام منافسات دوري الأبطال لمنطقة الشرق في الفترة ما بين الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر وحتى الثالث عشر من كانون أول ديسمبر أشاد السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالاستعدادات المتواصلة في دولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي وذلك خلال زيارته لاستاد البيت المونديالي الذي يتسع لستين ألف متفرج وتفقد إنفانتينو مرافق الملعب التي ستستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2022 واستمع إلى شرح مفصل عن معالم الاستاد المستوحى تصميمه من الخيمة العربية التقليدية التي تعكس تراث قطر والمنطقة وشارك رئيس الاتحاد الدولي منظمي المونديال في مباراة وديه على ارضيه الاستاد الذي يقع في مدينه الخور شماليه الدوحه ومن المقرر الاعلان عن جاهزيته خلال الاشهر القليله القادمه توج البطل القطري ناصر العطية بلقب رالي الأندلس الصحراوي الذي أقيم على مدار خمسة أيام وبمشاركة خمسة وخمسين سائقا في فئة سيارات من أبرز أبطال العالم والمشاركين في رالي دكار الدولي 2021 وذلك بعدما احتل المركز الثاني في المرحلة الرابعة والختامية واعتلى العطية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة تويوتا صدارة الترتيب العام للرالي بزمن إجمالي قدره 8 ساعات و59 دقيقة وتسع ثوان، وبفارق ثلاث دقائق و14 ثانية عن الإسباني كارلوس الذي جاء في المركز الثاني. دشن الاتحاد القطري لكرة القدم القميص الجديد للمنتخب الوطني الأول لعام 2020 كاشفاً عن تصميم مميز يجمع بين الهوية القطرية مع الأداء العالي والاستدامة ويتميز زي المنتخب القطري الجديد الأساسي باللون العنابي الشهير الذي يؤكد على الاعتزاز الوطني وقد سممت ألياقة على شكل حرف V وقد وضع شعار المنتخب بكل فخر على يسار القميص فيما وضعت علامه الشركه المنتجه على الجهه الاخرى. كان هذا تقرير الاخبار عندنا في حلقه اليوم طبعا. الدوحة راح تستضيف تصفيات دوري أبطال آسيا لشرق القارة كنا استضفنا الغرب في الدوحة واللي تأهل منها فريق بيرس بولس الإيراني للمباراة النهائية الآن الاتحاد الآسيوي طلب من الدوحة أنها تستضيف مباريات الشرق طبعا الاتحاد القطري رد بالموافقة وراح تكون الاستضافة من من 16 من من 18 11 الى 13 ديسمبر طبعا سعى الشيخ جوعان ايضا في تغريده له اكد ان موافقه الاتحاد على طلب الاتحاد الاسيوي استضافه المباريات المتبقيه لدوري ابطال اسيا لانديه شرق الغاره بمشاركه 16 فريق من ست دول دعم قطر للرياضه الاسيويه قوي ومستمر وستبقى الدوحه وجهه للرياضيين وعاصمه للرياضه. طبعا اكيد يعني يسعدنا ذلك ان ان يعني شرق القاره الاتحاد الاسيوي انه يطلب ان قطر تستضيف شرق القاره مبارياته 16 فريق اكيد يعني هي شافت تنظيم وشافت الاستعدادات وشافت الامكانيات الموجوده اللي سخرتها دوله قطر من منشات ومن تحضير طبي. اكيد ان هي تتمنى ان تتواجد بنفس الفكر بنفس التنظيم بنفس العقليه بنفس الخطوات اللي مشت عليها التجمع الغرب اكيد بلا شك احنا فخورين بهذا الشيء وهذا الشيء مش غريب لانه يعني تعودنا يعني دولتنا انها تكون على حسن التنظيم وعلى حسن التعامل والكرم والضيافه فشيء طبيعي ان, إن تحصل اشاده وان هذا التجمع يعني راح يضيف لك اخر رصيد من تفوق وانجاز لدولة قطر. نعم. يعني احنا شاهدناها في البطوله السابقه مع الغرب غرب, غرب اسيا فعلا في نجاح كبير في بنيه تحتيه يعني من ملاعب من مواصلات من امن وشاهدنا الفرق يعني اللي شاركت من خلال هاي المباريات يعني ردت فعلها الايجابيه آه، تاهل الفريق الايراني آه، اكيد هناك يعني رده فعل فرق آه، الشرق اسيا يعني على ما اعتقد البطوله في 18 11 راح نشاهد شيء افضل من اللي شاهدناه بعد في التصفيه الاخيره باذن الله طبعا يعني مباريات غرب القاره لما استضافتها قطر يعني كانت في وقت استثنائي او في ظروف استثنائيه، ظروف الكوفيد 19 يعني كانت البطوله يعني واقفه الاتحاد الاسيوي يعني صراحه استعان بالدوحه على اساس أنها هي تستضيف المباريات واللي لولاها أمانة يعني أنا راح أتكلم ومعلش يعني اسمحوا لي يعني مش يعني منها أو مدح أو فخر ولكن لولا الله سبحانه وتعالى في الأول من حقك, الأول لا من حقك يعني. وال, وال 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 والاتحاد القطري لكرة القدم والاستعدادات اللي موجودة في الدوحة كانت البطولة ما راح تقام أصلا يعني كانت ممكن تلقي ولكن الحمد لله قطر استضافت هذه المباريات بالتالي الاتحاد الاسيوي قال لك لا اذا كان هذا الوضع وهذا التنظيم وهذا يعني التميز في والنجاح في بطوله الغرب اسند ايضا للاتحاد القطري اللي هي مباريات الشرق عفوا هو اخر بطوله الشرق تجمع الشرق على اساس يشوف الغرب مستوى التجمع الغرب بالضبط قياسا على هذه البطوله اصلا عموما هذه كلها يعني تجارب وبروفات نعم تجارب اكبر منها اصلا نعم. وراح نستفيد واكثر ناخذ نعم لطريق الاستضافه لمونديال 2022 آه الاتحاد الاسيوي اه في كان الاتحاد الاسيوي ايضا اصدر قرار عن لما تكلمنا ان المباراه النهائيه راح تكون بين بيرسبولس وفريق من شرق الغاره كان في حدث ايضا مهم وكل الكل ينتظره اللي هو الاعتراض اللي قدمه نادي الناصر على بيرس بوليس طبعا الاتحاد الاسيوي رفض هذا الاحتجاج او هذا الطعن وبالتالي فبيرس بوليس الايراني هو طرف المباراه النهائيه من قرب الغاره انفنتينو طبعا زار ايضا الدوحه و يعني انفنتينو ما شاء الله زيارات كثيره لقطر كون ان الدوحه راح تستضيف كاس العالم 2022 ولكن في كل مره انفنتينو يزور قطر كان ينبهر وكان يعجب بالتنظيم يعني التنظيم والاستعداد اللي واصلين للجنه المنظمه او اللجنه اللي تستعد لاستضافه 2022 أو حتى البنى التحتية اللي موجودة في قطر كانت في زيارة لأنفنتينو لاستاد البيت الكل ايضا شاهدها والله آه يا بقول التعادل بعد والله ها ابو خميس قول التعادل يا والله ماشي ما شنو يا يا بقول التعادل المباراه ايه. <تصفيق> <تصفيق> انت ابو خميس كنت هناك معاه <applause> مباراه بين من ومن مشكلين فريقين ايه. هو شكل فريق واحنا شكلنا فريق حسن الذوادي حلو ولعبنا مباراه يعني حبيه وفعلا يعني كانت مباراه جميله فيها منافسة وقدر هو يسجل يعني هدف التعادل ويحرمنا من الفوز طبعا طبعا الستاد البيت مثل مثل ما تشوفون على الصور الان هو يسع لي او يتسع ل 60 الف متفرج وفانتينو رئيس الاتحاد الدولي يعني هنا هو طبعا يتميز بالطابع التراثي هذا الاستاد على شكل بيت شعر ومن داخل النقوشات كلها نقوشات السدو وما الى ذلك مثل ما تشوفون آه هذه المدرجات وهذا الملعب اعتقد يعني تحفه ملعب ما يعني ملعب ما له مثيل في العالم يعني صراحه يعني لا تنسى غير الفندق فيه بعد يقول انفنتينو يقول انا ما شفت ملعب بهذا هذه المباراه ابو خميس هذه اكون المباراة. بارك مصطفى الله مم. وين ابو خميس يا سعيد؟ انا قاعد له ورا هذا هذا يعني له مدافع ابو خميس هذا الفيديو واصلنا من لجنه الارث عاد كيفك وياهم هذا اللي اللي <applause> طرشوه لنا طبعا انفنتينو استمع لشرح مفصل عن الاستاد المستوحى تصميمه مثل ما قلنا من الخيمه العربيه التقليديه اللي هو بيت الشعر اللي تعكس تراث قطر والمنطقة العربية طبعا إشادة عالمية جدا بعد زيارة أنفنتينو لهذا الملعب كانت من مواقع مختلفة عالمية ومن صحف مثل ما نشوف هذه هذه الديلي, الديلي ميل تقول انفنتينو كان مفتون بقدرة قطر على الانجاز وايضا بهذا الاستاد وجمال هذا الملعب وايضا بانجاز هذا الملعب في ظل جائحة كورونا وكالة الانباء الاسبانية انفنتينو سعيد بما انجزته قطر بعد زيارته لاستاد البيت هذه وكالة الانباء الاسبانية يورو سبورت هذه يورو سبورت اوكي أه طبعا انفنتينو مبهور بجاهزيه الاستادات لمونديال قطر أه فرنسا 24 ايضا تحدثت وهذه صوره انفنتينو مع السيد ناصر الخاطر انفنتينو سعيد من قدره قطر على تجاوز جائحه كورونا والاستمرار بالعمل بملاعب كاس العالم هذه وين جولد أنا ما أنا شو اسم الموقع ذي الحين أنا عندي؟ أوكي. أم. أم. أوكي. إيه. طيب هذه الموقع الحين وشو؟ جريدة أس الإسبانية. أوكي. أوكي. حلو. طبعا كل الكلام اللي جاء في الصحف والوكالات والمواقع كلها تتحدث عن اعجاب فنتينو عن الانجاز وعن يعني يعني امتنانه لقطر انها هي مستعده وجاهزه في ظل هذه الجائحه مثل ما قلنا اللهم لك الحمد والشكر يعني في ظل هذه الجائحه ما وقفت المشاريع ولا البنى التحتيه يعني ترى هذه الملاعب يعني فيه الطراغ والمترو وال وال والجسور والانفاق اللي كلها تصب لمصلحه كاس العالم 2022 ومشاريع كثيره صراحه انا ما اقدر احصيها يمكن البعض يتحدث يقول لك قطر محاصره وقطر في الجائحه المشاريع راح توقف لكن اللهم لك احنا قاعدين ونشوف ترى يعني اللهم لك الحمد ابو عبد الله شوف يعني في الاخير ترجع لي يعني عقلية البلد في اتجاه وين رايحة وش هو الهدف المراد منه يعني أنت تنظر كاس عالم يعني شيء مش بسيط ولا وهي سمعة للبلد وهي يعني تشريف للعرب وتشريف لدولة قطر فأنت محتاج تكاتف الجميع لكي تنهض بهذه البطولة لكن خلونا نظر يعني الفترة السابقة من عشر سنوات الآن أنت قاعد تعمل خلال عشر سنوات وانت تعمل بصمت الان وصلت مرحله يعني لبعد سنه ونصف الان شاهدت انت البنيه التحتيه وشاهدت الملاعب وشاهدت امور كثيره في حاصله على جميع المستويات هذا ما جاء من فراغ جاءت من عقليه وجاءت من اشياء راسخه واشياء مؤمن فيها ان الرياضه ممكن يعني ترفع شانك وترفع من شان بلدك على مستوى جميع المستويات فهذه البطوله مجرد بطوله ولكن تنظر لنظره اخرى نعم. لنهضه بلد. طبعا لما لما يجي فانتينو لكل مره لكل مره لقطر ويشيد فيها معناته ان انت تعمل بشكل صريح صحيح يعني ليست اقوال بل افعال يعني وهذا ما شاهدناه من خلال التجهيزات الاخيره بالنسبه للملعب. وفد من من اعضاء الكونغرس الامريكي يزور الدوحه طبعا زار استاد راس ابو عبود المونديالي طبعا هذا الاستاد موجود على الميناء وهو مبني من حاويات من الحاويات اللي اللي تستخدم عاده في الشحن يعني هذا الملعب هو موجود على الميناء ومستخدم فيه الحاويات اللي تستخدم في الشحن وفي السفن وهذا الملعب في اثناء البطوله وقبل نهائي كاس العالم 2022 ربع النهايه تقريبا ايوه راح, راح, راح يو يو يعني يفكك بالكامل ما راح يكون له اثر يعني استاد مونديالي يشيل 40 الف متفرج راح يستضيف المباريات كاس العالم وفي اثناء البطوله وقبل ما تنتهي البطوله يعني راح يفكك بالكامل وراح يعني 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 راح ترجع المنطقه مثل ما كانت اللي هي منطقة راس أبو عبود طبعا السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا والمهندس ياسر الجمال نائب رئيس المكتب الفني للمشاريع. التقوا هذا الوفد اللي زار استاد راس أبو عبود ايش عندنا خبر سنتيباد ابو خميس ابو شعيل رالي الاندلس ما شفته وهو طاب في الفرشه ومستمتع و... وفايز ببطولة يستاهل والله ابو صراحة يعني سندباد الرياضة القطرية فعلا يعني امتعنا في الرالي الاخير وقدر انه يحطم بين الرقم بين 50 متسابق وهذا شيء احنا كقطريين نفتخر فيه ونقول له حق شعيل الى الامام ان شاء الله في السباقات وفي وفي مجال الرمايه كذلك يستاهل ابو شعيل بطل رالي الاندلس وطبعا ابو شعيل غني عن التعريف يعني بطل اولمبي بطل في الراليات بطل رالي دكار يعني انجازات كبيره يحققها ناصر العطيه ابو شعيل طبعا شهادتنا في مجروحه صراحه ابو يعني ناصر انا لعبت لعبت يحاول يعني طق لعب لاعب ما شاء الله عليه رمايه و... <applause> نعم لكن و... اثبت في الرمايه والرالي اكيد تخصصه لكن خلنا يستحضرني انا صراحه يعني عرفت بوشعيل من 4 و 94 في الالعاب الاسيويه في اليابان هذا الشخص صراحه يعني نموذج يحتذى فيه نموذج يعني غليل ما تشوفه في حتى في الدول العالم يكلا شخصيه رياضيه فريدة من نوعها يعني عنده شغف لو قلنا مثلا حين شغف مثلا كريستيانو رونالدو شو شو شغفه في كرة القدم وتحطيم الأرقام يعني ناصر ناخذه على لعبته عنده شغف غريب وعنده طموح غريب وعنده استمرارية وعقلية يلعب يعني لعبتين مختلفتين يعني رالي ورماية لكن التي حق الشخص نفسه يعني لطول طول السنة تحس له قاعد يحضر نفسه من تمارين من تجهيز شيء يعني واحد يفتخر فيه لو نحصل نماذج نفس ناصر اتوقع ان الرياضه القطريه راح تكون دائما يشار لها بالبنون أه طبعا ناصر العطيه هو بطل اولمبي واحراز برونزية في اولمبياد لندن في الرمايه أه ومثل ما قلنا هو يعني يعني سندباد الرياضه القطريه امانه يعني متعدد المواهب اليوم منتخبنا الوطني لما لعب مع منتخب غانا كان بالقميص الرسمي اللي يظهر فيه لاول مره مثل ما شفنا الاتحاد القطري طبعا ارسل لنا تيشيرت المنتخب طبعا انا اشكر الاتحاد القطري واشكر اخوي خالد الكواري خالد مبارك الكواري اللي ارسل لنا تيشيرت العنابي قميص العنابي الجديد اللي مثل ما شفناه في مباراة منتخبنا اليوم رواصل. مع منتخب غانا ها مكتوب عليه يو كانت ستوب سبورت اس هذه يعني خلنا ايش رايك نطلع التيشيرت نحتاج نشوفه نطلعته راحت علي ها <تصفح> <تصفح> اي أيوة والله يعني انا بس ترى بجيب العيد يعني خلي آه تحت حط الفوق آه حط المقطع تحت ابو خميس يعني انت ليش تقول لي طلع التيشيرت يعني لازم وتشوف المغاص اذا انا بس خلي حد يساعدني يجي لنا ها ايه ابو خميس اي والله جيب هذه هذه إيه لا لا هاي خلّي خلّي بس هاي اي إيه بس خل يلا خرش بس هذه 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 اوكي بس بس ايوه بس هذا التيشيرت العنابي في مباراه اليوم منتخبنا الوطني مع غانا التش... التشير طبعا فيه ال... 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 يعني في علم من... علم قطر. قطر قطر بلونين يعني ايوه علم قطر وطبعا احنا تيشيرتنا مع شركه نايك من 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 كاس واحنا طبعا هني في خلف التيشيرت قطر باللغه العربيه. و والله ودك هنا رقم سبعه ها؟ ولا رقم 11؟ اي أيوة والله، ايش رايك ابو في التيشيرت؟ جميل الصراحه يرمز لدولتنا الحبيبه وشعارها ولونها ويعني اسم قطر في الخلف موجود يعني قيمه كبيره وشكل جديد مستحدث لونين مدمجين يعني اللون لادعم اللون العنابي الغامق القديم يعطي طباعة جميل لشعرنا. بس البيضه شلون بتي؟ ها؟ البيضة. اعلنوا عنها. البيضه؟ اي نعم اعلنوا عنها. ما البيضه يعني بعد. يعني اعلنوا عن العنابي وعن التيشيرت الابيض. طبعا هذا القميص اللي, اللي راح يكون هذا هو القميص هذا الفيلم اللي وصلنا ايضا من الاتحاد القطري لكرة القدم اللي نشكرهم على اهدائهم لاسرة برنامج رياضة. ابو خميس ترى سمول ها؟ من الحين ترى <applause> <applause> من الحين اقول لك سمعت يا ابو مبارك يعني آه ترى سمول يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني رجاء يعني طبعا تم الاعلان عن القميص اللي هو الادعم العنابي وتم الاعلان عن اللون الابيض اللي هو التيشيرت باللون الابيض ومثل ما قلنا هذا القميص الجديد واللي لعب في منتخبنا اليوم اول مباراه مع المنتخب الغاني في مباراه وديه خلصنا ولا عندنا بكره وين هذا موجود القميص اللي يبغي يشتريه بخميس اذا تبي تشتري القميص موجود في قطر مول تشتريه ولا بتكلم خالد مبارك؟ خلاص سمعني خالد مبارك، سمعتني ولا لا؟ اليوم القميص اللي يبي يشتريه موجود في قطر مول وموجود في سيتي سنتر وفي لاجونا مول اللي يبغى يشتريه وترى سعره يعني معقول 365 ريال يعني ب 100 دولار تشتري تشتري تيشيرت وقميص المنتخب وشنو بعد؟ الحجم الصغير 295 يعني حق حق خميس 200 ها يعني 500 ريال يعني انا اقول لك اعطيك كل شيء يعني ارجوك يعني خل مبارك في حاله تيشيرت لك ب 365 وب 200 ريال حق صراحه التيشيرت يستاهل يستاهل اي أيوة والله يستاهل عمان بكره عندنا مباريات كاس عندنا المباريات بكره وبعد بكره عندنا مباريات كاس كاس طيب اعطونا المباريات اعطونا مباريات بكره طبعا كاس البطوله اللي لعبت المباراه النهائيه مالت النسخه الماضيه واللي فاز فيها السد لكن هذه النسخه النسخه الجديده او نسخه هذه السنه من كاس وريدو، بكره عندنا مباريات الوكره ودحيل والسيليه والسد وقطر والخور بعد بكره راح تكون مباريات الاهلي ومصلال العربي والريان الغرافه والاخريطيات. هذه مباريات كاس وريدو، دورينا متى؟ 17 يوم السبت. عندنا تقرير عن دورينا ها آه هاي مباريات الدوري اوكي هذه يوم السبت آه يوم السبت قطر ودحيل الخور والسد يوم الاحد عندنا السليه والاهلي الخريطيات والغرافه ويوم الاثنين عندنا المصلال والعربي والوكره والريان هذه مباريات الدوري يعني الدوري راح يكون سبت احد اثنين اعطوني اعطونا التقرير تقرير دورينا والجوله القادمه بعد التوقف تعود عجله الدوري للدوران من جديد بعد التوقف بست مباريات بسته عناوين تحاول من خلالها فرق تصحيح المسار واخرى تعويض التعثرات من خلال الجولات السابقه فيما سيكون الهدف عند الفرق الاخرى مواصله الانتصارات نادي قطر المنتشي بفوزه على الريان في الجوله السابقه وبانتصار اخر على السد في منافسات كاس كيو اس ال يحل ضيفا على نادي الدحيل الجريح اسيويا والذي يدخل هذه الجوله باحثا عن ذاته خصوصا عقب اقاله مدربه المغربي الركراكي وخاصه مع عوده نجمه الدولي التونسي يوسف المساكني. في ثاني مباريات الجولة، يسعى نادي السد بطل كأس اريدو الذي استعاد توازنه بعد الخروج الآسيوي لمواصلة وتيرة الانتصارات والأهداف الغزيرة التي أمطر بها شباك منافسيه خلال المباراتين السابقتين حين يستضيف الخور على استاد جاسم بن حمد. الفرسان وبقيادة مدربهم الفرنسي الجديد هانس يسعون لتحقيق أول الانتصارات في الدوري. بعد انضمام الياباني كوباياتشي قادما من الدوري البلجيكي العميد متصدر بالعلامة الكاملة يستضيف نادي السيلية الباحث عن ثاني الانتصارات لاقتحام المربع الشواهين بقيادة الترابلسي وفي ظل الاستقرار الفني في الفريق وعودة المهاجم الدولي العراقي مشافا معافا مهند علي من كورونا يدركون اهميه هذه المباراه خاصه وان الاهلي لن يتهاون في هذه المباراه لمواصله الصداره. الصاعد الجديد الخريطيات يحل ضيفا على الجار الغرفوي على استاد عبد الله بن خليفه. الفهود تسعى لاستعاده التوازن بعد المستوى المتذبذب خلال الجولات السابقه وتاكيد مركزها في المربع الذهبي. لقاء الباحثين عن الذات سيجمع بين العربي وأم صلال متذيلات ترتيب يبحثان عن مكان للنجاة الأحلام وعقب خسارة مدوية في نهائي كأس أريدو وبنقطة وحيدة في المركز قبل الأخير على جدول الترتيب كما هو الحال بالنسبة لصقور برزان الذين استغنوا عن أغلب محترفيهم وعوضوهم بالجسم مدافع استقلال طهران والمهاجم عبد النور هداف الدوري الجزائري والمدافع الدولي التونسي السابق ايمن عبد النور فيما سيعول المدرب عزيز بن عسكر على كل الاسماء التي ذكرت لتحقيق الفوز الاول هذا الموسم في ختام الجوله يحل نادي الوكره ضيفا على نادي الريان الذي تلقى هزيمه مفاجئه في لقاء الاخير الذي جمعه بالملك الفطراوي في الجوله السابقه. الموج الوكراوي قدم مستويات متميزه خلال المراحل الماضيه، واستطاع من خلالها تحقيق انتصارين احدهما على نادي الدحيل، اما الريان الطامح لتحقيق الانتصار الثاني. والعودة إلى مقاعد الكبار فسيدخل هذه المباراة وهو يضع النقاط الثلاث نصب عينيه وشعاره الفوز ولا شيء غيره. دورينا مثل ما قلنا راح يكون يوم السبت والاحد والاثنين وراح يعني تشهد الجولة القادمة عودة أندية السد ودحيل للدوري بعد ما شارك السد ودحيل في دوري أبطال آسيا كان لعب جولتين وشارك في البطولة الآسيوية ودورينا لعب ثلاث جولات وراح يستأنف مثل ما قلنا يوم السبت طبعا في بعض ال الأندية أو بعض الفرق هناك فيه بعض الاستقطابات لبعض اللاعبين يمكن شفنا آآ آآ نادي الخور تعاقد مع آآ ثامر عفوا تعاقد مع الياباني وتعاقد مع لاعب يوناني وايضا نادي ام صلال او نادي دحيل اقال مدربه طبعا وعين المدرب صبري اللموشي في الطريق في الطريق عفوا معلش اسف مفاوضات يعني جاده ل لصبري اللموشي ان يكون مدرب لنادي دحيل طبعا ايمن عبد النور ايضا لام صلال ثامر جمال انضم لصفوف نادي الخور يعني في تنقلات في تعاقدات للانديه استعداد ال استعداداً لبدايه الدوري او استئناف الدوري بشار رسن راح نادي قطر بسعود ولا للحين والله للحين كلام يعني على ما سمعنا بالصحف يعني طبعا بشار لاعب نادي بيرس بولس الايراني اللي هو عراقي. وقع يعني هو اثناء البطوله وقع بالنسبه لبيرس بولس يعني مش عارف الوضع شلون بالنسبه له بس لا في لاعبين مواطنين يعني تم استقطاب من نادي قطر من هو؟ لاعبين مواطنين في؟ نادي قطر جاب حامد, اسماعيل فتره سابقه نصر النصر و... وماجد امان هاي فترة قبل التوقف يعني بس حمد اسماعيل اخر واحد اخر واحد آه نادي الخور ايضا تعاقد مع اللاعب اليوناني آه لاعب الاهلي السعودي السابق آه و ايضا يعني راح تكون اضافه طيب راح نتكلم عن هذه التعاقدات لكن بسعود سعود آه بدايه او استئناف الدوري المباريات يوم السبت نعم. آه والاحد مثل ما قلنا الاثنين كيف نشوف الاستئناف كيف نشوف استعداد الانديه اللي 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 ما خلنا من السد حيل ولكن الانديه الثانيه كيف هي مستعده لبدايه او الدوري الاهلي عنده تسع نقاط من ثلاث مباريات نعم متصدر الدوري وشوف يعني التوقفات مضره بالنسبه حق بعض الفرق او في الغالب يعني التوقف لما تجد مثل الاهلي يحرز تسع نقاط بدايه الدوري هي بالنسبة له جيد ممكن التوقف يضر الآن بعض الفرق كانت مش بالمستوى المطلوب الآن في التوقف عالجت بعض الأمور غيرت مثل المصلال غير محترفين جلب جلب محترفين آخرين ممكن لهم أفضلية أن هذا المحترفين يرفع مستوى الفريق يعني في بعض الفرق قامت بتغييرات على أساس تعالج أخطاء السابقة ممكن تفيد هذا الفريق بشكل عام يعني ثلاث جولات ما كانت مقياس حقيقي التوقف ممكن يضر بعض الفرق ممكن بعض الفرق تحصل أفضل لأنها كانت عندها نقاط سلبية تأمل أن التحضير يكون أفضل جيد من خلال بطولة ريدو على أساس أنك ندافع أقوى في المرحلة القادمة خلنا ننتظر إحنا يعني بعد التوقف بعد تكون بعد أربع جولات خمس جولات على أساس نشوف أن, أن معظم الفرق تكون في فورمة عالية ومستويات فرقتك أفرع مستوى لاعبين أكون وصل لمرحله جيده بس وخميس. البطوله التنشيطيه يعني لها تعمل دور للفرق الفرق يعني ما في توقف للفرق يعني في استمراريه في المباريات الرسميه وهذا يعني على ما شيء جيد بالنسبه الاتحاد الغدا منا عمل بطوله مثل هذه في في فتره التوقف الطويل هذا بس ابو خميس اذا تكلم عن الـ, الـ, الـ يعني يعني عن الـ عن الانديه يعني هل راح يكون تشوف في منافسه راح تكون من الانديه او في فرصه للمنافسه ولا يعني انا قياسا على مباراه السد والعربي في نهايه كاس اريدو اعتقد يعني <applause> لا مش والله مش قصدي خالصه انا اقصد ما قدر حتى العربي انه يجاري السد وهو بالصف الثاني او حتى الصف الثالث يعني. يعني الفرق الجاهزه يعني انا اقصد هل بتكون في منافسه من بعض ال... انت تشوف في انديه ممكن تنافس السد او الدحيل؟ لا يعني جاهزيه الدحيل وجاهزيه فريق السد صحيح انهم ما تاهلوا ما ما تاهلوا في البطوله الاسيويه لكن على المستوى المحلي على ما اعتقد هم الفريقين الجاهزين من محترفين من لاعبين مواطنين آه عكس الفرق الباقية يعني صحيح أن يعني عندهم اللاعب المحترف لكن اللاعب المواطن مش بالمستوى اللي موجود في دحيل وفي السد هو شوف يعني من الطبيعي انك ترجح التحيل والسد يعني ولكن ما الفرق الثانيه ما تستسلم يعني المفروض مو طيب من هو الفريق بسعود اللي يعني على سبيل المثال يعني الريان والغرافه المفروض المفروض مردودهم يكون اقوى صراحه يعني بحكم انهم امكانياتهم افضل من فرق ثانيه لكن اللي للوكره فريق جيد الان شفنا الموسم اللي طاف شفنا الموسم ست نقاط ونشوف الاهلي تسع نقاط ما خسر ولا مباراه هو يتكلم مفروض. عن المنافسه يعني منافسه هل انا اتكلم صحيح هاي بتاخذ دوري صح لا لا يعني حتى ما في مقارنة بخميس. بس انا اتكلم كان غلط يعني كان غلط المفروض انت تتمسك لربما تكون هناك يعني في عرقله لبعض للسد ودحيل يكون بعض بعض العرقله لهذه الفرق تخلق نوع من التنافس او المراكز نشوف يعني فرق مثل الاهلي والوكره يعني متواجدين الفترة أطول على أساس أنه يكون الفرق الثانية تشجع على نشاهد ندية يعني إحنا ما نقول أنه ما في أفضلية أكيد أنه في أفضلية كبيرة واضحة بالنسبة للسد لكن إحنا الاستسلام أو التهاون أو الاستسهال أنه ما في تنافس ما في ندي. لكن أنا التنافس معناته أنك أنت في ردة الملعب تأدي اللي عليك وتكون فريق منافس عنيد ما تخسر بسهولة ولو الفريق افضل منك بمراحل لكن في الاخير انت بذلت مجهود والان نشوف الاهلي والوكره لربما يعني نوع من يعني من الازعاج لهذه الفرق الكبيره مثل السد ودحيل. نعم. طبعا هي طبعا مباراه يوم السبت راح تكون قطر ودحيل المباراه الاولى الخور والسد يعني دحيل والسد راح يلعبون يوم السبت ااا آه. آه. الاهلي متى؟ ايش فيهم؟ اوكي يوم السبت يوم السبت دحيل والسد راح بعد ما يعودون للدوري راح يلعبون طبعا دحيل مع قطر والسد مع الخور يوم الاحد طبعا مثل ما قلنا هناك مباراه الاهلي والسيليه لخرطيات الغرافه آه. يوم مصلال والعربي الوكر والريان، لكن اذا نتكلم عن مباراه السبت ابو سعود اللي هي مباراه قطر ودحيل ممكن انه يكون يعني في مجال ان قطر ممكن ياخذ نقاط من دحيل؟ ممكن لا ممكن لكن يعني في صعوبه مش بسهوله يعني اذا احدث يعني يونس بعض الامور يعني شفناه امام الريان لعب بطريقه معينه وفلسفه معينه قدرنا يفوز فيها وهذا عقلية جيدة بالنسبة حق المدرب في ظروف معينة إمكانيات لعب معينة محتاج التماسك ومحتاج النقطة ومن ثم ينظر للثلاث نقاط يعني خسر مبارتين وفاز مباراة كان محتاجة في هذه في الثلاث نقاط في هذه المباراة أمام دحيل أكيد أنه في تفوق لدحيل في جميع المستويات لكن ما معناته أن قطر يكون صيد سهل أكيد بتكون في ردة فعل من قطر أنه هو خصم عنيد وانه يبذل مجهود كبير في هذه المباراه، مباراه مش سهله على قطر لكن ممكن ظروف المباراه تخدمه، نعم. ممكن ظروف حتى تحيل تخدمه. الخور تعاقدات جديده ابو خميس متعاقد مع اللاعب اليوناني فيتفا ومتعاقد مع اللاعب الياباني ايضا كوماتشي تعاقدات للخور تعتبر جيده بعد قدوم الاداره برئاسه تسعه الشيخ بن احمد ونائب الرئيس محمد مقلد المريخي لكن هل ممكن الخور ايضا يعني انا سالت عن قطر مع دحيل قال صعبه هل ممكن الخور مع السد ايضا؟ <applause> السد يعني بعد الخروج من الاسيويه على معطية فريق يبي يعوض هو عوض في بطوله أوريدو لكن يبغي يدخل الدوري بقوه بالامكانيات والعناصر الموجوده من لاعبين محترفين من لاعبين مواطنين على ما السد هو افضل من حتى في في ظل التعاقدات اللي صارت في الخور ممكن انه يكون منافس لكن السد هو الافضل في اتوقع ان تشافي راح يلعب بعد باللاعبين الشباب اللي لعب فيهم كاسوريدو ولا تتوقع انه راح يشارك باللاعبين الاساسيين بعد عوده تم من المباراه؟ والله ما يعني التفكير شافي لكن على ما اعتقد بيبتدي بقوه من من بدايه اللي لانه هو تكلم عن عنده في ترتيب الدوري عنده ست نقاط ويعني يطمح للوصول الى للتس... النقطه التاسعه من خلال هذه المباراه. طبعا الخور ألقى عقده مع اللاعب لاعب مدغشقر أمادو وأيضا مثل ما قلنا تعاقد مع اللاعب اليوناني فتفه يعني لاعب عليه كثير من الاطراء والمدح في هذا اللاعب انه راح يخدم الخور كثير يعني. والله شوفي طبعا يعني معروف اللاعب لكن يعني دور جديد بالنسبه له ونادي جديد اكيد محتاج التاقلم يعني اللاعب ما امكانياته ممكن ما يتأقلم ما يدخل اجواء الفريق الا بعد فتره او ما ما يتوفق يعني يحصل هذا الشيء لكن كاسم مردود المفروض يكون واضح في الفريق واسم كبير محتاج ان هو ينسجم فقط ويلاعب زملائه يساعدونه في المباريات ومحتاج اكثر مباراه عشان نشاهده وضعيته، وضعيته لازم تكون واضحة بالنسبة له في الفريق. يوم الـ يوم الاحد السيلية راح يلاقي الاهلي، طبعا السيلية يحتفل ب مرور صحيح. ذكرى مرور 25 سنة، والله سنين تركض. اي أيوة. والله. أيوة اي والله 25 سنة من تأسس نادي السلية من عام 1995 إلى اليوم 25 سنة، طبعا احنا نبارك لأسرة نادي السلية ونهنيها ونادي السيلية أنا شخصيا معجب فيه ومعجب أيضا بإدارة السيلية وعلى رأسها أخوي عبد الله العيد أبو سعيد اللورد نادي يعني يعرف شو المطلوب منه على أقل تقدير يعني قياسا على يعني يعتبر من النادي اللي استحدثت يعني من خلال 25 سنه الان اكمل 25 لكن بذل مجهود كبير عبد الله عبد الله العيده في هذا النادي وسخر كل امكانياته المعنويه والماديه نقل الفريق من من فتره يعني سابقه شاهدنا الان يتواجد المربع دائما يكون منافس على المربع فريق تحس انه يعني ملموم فريق يعني ما يخرج عن امكانياته يشتغل في امكانياته ويحقق المطلوب اي الفترة السابقة شاهدنا مستغر على الطربولسي وشاهدنا انه هو زي ما تقول عارف وين وين رايح الفريق وقاعد يتطور على حسب امكانياته يعني ما ي... ما ي... ما تكون عنده ما عنده ضجيج ما عنده مشاكل تحس انه طيب مع الاهلي توقع ابو سعود يفوز او او الاهلي؟ والله المباراة بتكون جميلة انا اشوف انه يعني في تغارف في المستوى لكن الجانب المعنوي في من خلال الاهلي شاهدنا من مباريات ان الاهلي معنويا الان هو صحيح ثلاث مباريات لكن في الاخير انت في الصداره بس السلي السلي هو الاقرب اقرب استغرار فني صار اللاعبين يعني حتى اللاعب العراقي اللي تم يعني انتقاله من فريق دحيل للسليه مهند علي عامل عمل نغله في خط الهجوم اللاعب متحرك لاعب تياغو كذلك يعني شاهدناه على ما اعتقد السلي هو اللي قريب من والخريطيات من والغرافه ابو خميس يوم الاحد الخرطيات الغرافه هو الأغرب للفوز لل يعني صحيح ما يعني ما زي علي يوسف غادم الخرطيات يعني ما عنده العناصر والامكانيات اللي ممكن يعني ينافس الغرافة عكس الغرافة اللي يمتلك أنا محترفين جيدين لاعبين شباب جيدين شاهدناه من خلال المباريات السابقة يقدموا مستوى على ما الغرافة هو القريب للفوز يعني آدم يعني, آدم يعني يوسف آدم لا يتعشم بالفوز هذا المشكلة عنيدة حبيبي بسكة <applause> <applause> يوم الاثنين طبعا ام صلال راح يلاقي العربي جريدة استاد الدوحة في تقريدة لها تقول ان ال... اوكي اوكي استاد الدوحة تكلم عن الريان انه قريب من اللاعب الايراني شجاع خليل زاده ايضا لحد الان ما في حسم بالنسبه لهذا اللاعب مع نادي الريان يوم الاثنين قلنا العربي راح يلاقي مصلال والريان راح يلاقي الوكره والمباريات راح تكون في استاد جاسم بن حنفي في نادي السد ما خلص الصفقة الريان مع اللاعب ها أوكي يقترب من حسم صفقة الإيراني هذه على حسب جريدة استاد الدوحة على موقعها في تويتر طبعا الريان آخر مباراة قبل التوقف خسر هو فاز في مباراتين وخسر مباراة تعادل تعادل وفاز وخسر الريان بشكل سريع بسعودة أنا والله في آخر الحلقة بس الريان هل ممكن انه يكون يعني فريق منافس في هذا يعني ثلاث شفناه ثلاث ثلاث مباريات متذبذب بالمستوى، يعني محتاج انه يثبت على مستواه وعنده بعض المشاكل الفنيه محتاج يعالجها المدرب ويثبت انه هو يعني عنده نفس طويل في المستوى الفني يعني ممكن يقدم مباراه جيده ويك مع فريق امكانياته اقل يخسر او يتعادل هاي مشكله الريان. العربي نتكلم عن العربي والريان مباراة الريان الواكرة لكن أيضا في نفس اليوم مباراة العربي مصلال أيضا كلام عن هالقرمسون مدرب نادي العربي أنه قد يكون هو الضحية الثالثة في دورينا مدرب العربي صح ولا أنا غلطان الضحية لا أنا قلت الثالثة على أساس الثالثة ما أدري يعني ركراكي. سعيد لعواسنا يا أخي خف عليه شوي قد يكون الضحية الجاية مدرب النادي العربي وأيضا كان في اجتماع من الإدارة ويقال يعني يقال أن وسام رزق ممكن يكون هو المدرب القادم في نادي العربي طبعا هذه أخبار أنا ما أعرف ولكن هذه أخبار يعني توصلنا في من وين تجيب الاخبار من وين والله اخبار توصلنا يعني لا حتى حتى استاد الدوحه وال بس مصدر صحيح ما دام استاد الدوحه و يعني في بعض تكلموا أن حتى جريده الشرق تكلمت أن ولكن انا على حسب معلوماتي ان هناك كان في اجتماع للاداره لتحديد هذا الامر لانه ما قدم إذا كانوا المدار. بيعطون المدرب فرصه او راح يقيلونه ويجيبون وسام مدرب العربي ترى ما قدم لل يعني للعربي يعني النقله والله المستوى اللي شاهدناه تغير العربي فعلا يعني المدرب العربي يعني طول الموسم السابق العربي كان ثابت في مستواه صحيح أنه يعني ابو خميس انت يعني شنو يعني ما علي قاله ما علي قاله <applause> ما <مع> علي قاله <applause> والله ما عنده وقت ابو خميس ها اي صراحه صفر زين جوله تو ثلاث جولات لا لا مع موسم كامل معطينا صحيح انه وصل قبل النهائي في كاس اللمينة. وسام يعني زين يروح العربي له التوفيق ان شاء الله عموما هاي ترى كلها اخبار ها يعني كلها كلام اليوم اليوم على حسب يعني المصادر اللي عندي ان اليوم كان في اجتماع في العربي ل يعني دراسه هذا الامر ولكن صراحه انا ما اعرف شنو اللي خذوهم هل هم راح يعطون مدرب فرصه اكبر او مثلا الجوله القادمه ممكن يكون عليها كلام ما ندري. عموما جدول الترتيب قبل بدايه الدوري الاهلي طبعا في الصداره بتسع نقاط ومثل ما نشوف السد ودحيل لعبوا مباراتين باقي الانديه لعبت ثلاث مباريات. آه نشوف الوكره في المركز الثالث، الغرافه طبعا السد الثاني، الغرافه الرابع، الريان عندنا في المركز الخامس، ثم السد دحيل، قطر، آه الاخريطيات، الخور، آه العربي وام صلال طبعا كل الانديه احرزت نقاط آه في آه الدوري. احنا وصلنا للختام. شكرا لك الكابتن عبد العزيز حسن شكرا لك نجم نادي غطر نجم منتخبنا ثار اليوم فاتر انت ما ادري ايش فيك لا لا جاهز لك يعني يعني ما ادري ما حسيت ابو خميس؟ اي العيون بعد والله انا احس انك اليوم فاتر ما ادري ايش برد في الاستديو ولا ما ادري يعني <applause> كابتن عادل خميس مشكور يا ابو عبد يا ابو مبارك تيشيرت ترى حق ال... هاي ترى ابو خميس انا عارفه الحين فبليز يعني انتين. شوفوا لي حل معه انتين لي وحق بسعود <applause> شكرا لك كابتن عادل الخميس عفوا موعدنا مع بكره ترى في مباريات كاس بعد بكره مباريات كاس اريدو دورينا راح يكون السبت احد اثنين وصلنا للختام شكرا لكم شكرا لفريق العمل في امان الله